وقد استوحيت بعض الكلمات على قول سيد الوالي، وأقول لاتحاد سيد العباس ومناصري سيد العباس ومحبيه لكم لي في محبتكم شهود أربع، وشهود كل قضية عدلان، خفقان قلبي واهتزاز مفاصلي وانعقاد لساني ونحور جسمي. فلا بد أن نكرم من أيضاً ثاني تكريم سيكون لصانع الأمجاد ولاية السيد العباس مدللها غزالي يوسف. تكريم سيد رئيس مجلس الشعب. ثالث تكريم سيكون لصانع الأمجاد أيضا بشو ياسين رئيس الغرفة المشكورة. بشو أيضا تكريم متواصل لصانع أمجاد ولاية سيدي العباس حسين العباس فراج محمد. يكرمه أو تكرمه السيدة جليلة نصيرة نائبة للبرلمان. جليلة نصيرة نائبة. أيضا تكريمنا متواصل للداعي صانع الأمجاد أوزنان جيموري رئيس الغرفة المشكورة. يكرمه السيد الفخار محمد نائب البرلمان. أيضا تكريمنا متواصل للداعي الخير محمد أمين أيضا من صانع يكرمه أو تكرمه السيدة أوزنان خيرة نائبة البرلمان. أيضاً تكريمنا متواصل على الصورة الخيرية هذه. تكريمنا متواصل أيضاً لصانعي أمجاد اتحاد سيدي العباس حواء حسين حسام معرية. يكرمه السيد نبيل محمد نائب البرلمان للقضاء المشروع. أيضا تكريم متواصل للاعب كريش رياض صانع أمجاد اتحاد سيدي العباس أيضا يكرمه السيد نضال إبراهيم عضو البرلمان ونائب البرلمان على Thank you.
يكلمه السيد عبد ابراهيم نائب البرلمان Thank you.